شبكة، ما هي في نظرك ما هي شبكة ذات أحسن صديق في الإنترنت إن اتصالات أورانج؟ وأخي حاليا أخويا اش غادي نقول لك دابا باش نكون محايد في الهضرة ديالي، إن وي ما عمرني جربتها، ما عمرني شفتها، يعني ما عمر شي واحد من الأصدقاء تيخدم بها، ولكن عندنا واحد الصديق، حنا عندنا الشركة ديالنا في هذه العمارة فين كاين الشركة، كاين واحد السيد تا هو صديق ديالنا، عنده نفس تا هو نفس يعني ساكن معنا في نفس العمارة او داير البيرو ديالو حتى هو في نص العماره، وهو عنده اورانج فيبغ اوبتيك، وحنا عندنا اتصالات فيبغ اوبتيك، وحنا قرب بزاف لكيليز، قرب بزاف لكيليز، وكما كتعرفوا كيليز هي بحال قلتي داون تاون وسط المدينه، وحنا عندنا مشاكل في الفيبر اوبتيك. هذا هو سبب علاش انا اليوم داير لايف في الفيسبوك وما قادرش نديره في اليوتيوب، لان الانترنت عندنا ضعيفه بزاف. راه ديجا درنا واحد الريكلام، جبتي الريكلام اصلا ولا قلتها في الكومنت؟ ديجا درنا واحد الريكلاماسيون اتصال، اجي ما جيبها باش ما يقولكش لا، راه حيت اخويا راه كاين بنادم تيقول لك اجي ايوا تمشي للطوموبيل. حنا راه ديجا درنا ريكلاماسيون، يعني عندنا حنا واحد الفيبر اوبتيك اللي هو ميغديك صراحة انا تنقول لك وسط المدينة فيبر اوبتيك. انا قلت لكم الصديق ديالي عنده اورانج، اللهم بارك، هذاك الشيء عنده خيالي صراحة الله، فرق كبير، فرق كبير جدا، وما عندوش حتى شي مشاكل، وداكشي خدام ليه زازلوز، هادي زعما شهاده حق. اما ان اخوتي ما كاينش شي واحد زعما اللي كنعرفو في لونتوراج ديال سميتو.